طيب تعالوا شباب، في البي دي اف ده انا ملخص لحضراتكم، مجمع فيه كذا امتحان فاينل بالموديل انسر بتاعه، وهرفعه لحضرتك على ال ام اس، بحيث تبدا لما تيجي تخلص مذاكره تبدا تراجع وتحل الامتحانات دي ان شاء الله. طيب نبدا بالجزء الاولاني. يقول لنا كود ذات كانت بي دايركتلي هوستد باي دوت نت فريمورك. احنا اتفقنا ان في عندي حاجه اسمها المانج كود والان مانج كود. المانج كود اللي هو الكود اللي كان بي دايركتلي هوستد باي دوت نت، انما كانت بي دايركتلي هوستد حاجه اسمها الان مانج كود. Which of the following display content بتاع solution هو الـ solution explorer اللي بيعرض المحتوى بتاع solution عندي solution explorer. فاهم الـ solution بتاعي ممكن يحتوي على project واثنين وثلاثة. يلو نقط class include methods to capture input وال output. احنا اتفقنا الـ input وابوه موجودة جوه console. يعني كده بنقول ايه؟ console dot read write صح؟ read line write line عندي. The characters أو char data type can store only، احنا اتفقنا ان char بيخزن حرف واحد. قولي which of the following statement is correct about C sharp dot net code snipe given below int A. بعدين A equal convert dot to end 30 أقل من 20. طيب أنا عرفت متغير اسمه إيه من نوع انت، وجيت هنا بقول له convert to int وجيت اديته هنا بين القوسين او بين البراكتس هنا اديته logical condition. logical condition احنا اتفقنا يا جماعه او دي كده يترجع يا اما ايه 0 يا 1. 0 معناها false، 1 معناها true صح؟ رجع true يا false. طيب تعالى 30 اقل من 20 الحقيقه لا false، هتبقى زيرو. الزيرو بولي لما تحولها لانتجر هتخزن فيها ايه؟ زيرو عادي كانت. يبقى فاليو زيرو will be assigned to ايه؟ to a. طيب لو الشرط ده كان ترو هتخزن واحد، يعني لو كانت 3 30 اكبر من 20 كان هرجع 1، انما لو في عندي سالب 1 مفيش حاجه ثانيه. قولي what will be the output of the code ده؟ قال لي int j equal 1 اوكي k equal j minus minus plus 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 j. تعال ناخدها واحدة. أنا فكرت في عندي حاجة اسمها pre و post increment و decrement. ال pre لما يكون ال plus plus أو ال minus minus add ال variable. فكده معناها بينقص إن كان minus minus أو يزود إن كان plus plus الأول. خلاص؟ إنما لو الماينس ماينس او البلس بلس بعد الفاريبل لا بياخد القيمه القديمه، وبعد كده الخطوه اللي بعديها بايه؟ بينقص او يزود حسب لو كان في ماينس ماينس او بلس بلس. طب تعالى ناخدها واحده واحده. هنا بيقول لك ايه بتساوي جي ماينس ماينس؟ معايا كده يا شباب؟ خلاص؟ بلس 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 جي. جميل. طيب وهنا بيقول لي عند حضرتك الكود ده هيخزن كام؟ طيب عند سعادتك هنا ايه اللي حصل؟ هنا الجي ب 1 فهنا قال لي جي ماينس ماينس، فياخد الجي يحطها في الكي اللي كان فيها 1 ويروح في الميموري منقص من الجي بعد، يعني هيحط القيمه القديمه الاول وبعد كده ينقص ايه؟ ينقص 1، فاصبح في الميموري قيمه الجي فيها صفر، ولكن هو احنا قلنا دي بوست بيحط القيمه القديمه وبعد كده يروح في الميموري ينقص. تمام كده؟ وبعدين هنا الجي الجديده اللي كانت في الميموري بقى فيها زيرو يزود عليها ايه؟ واحد، ده هنا فيها واحد، كأني بقول واحد وواحد يطلع ايه؟ يطلع اثنين. طيب عشان بس ممكن الناس تكون مش مستوعبه الحته دي، تعالى كده هنفتح شارب ديفلوبر واوريها لحضرتك خطوه خطوه.
طيب فاهمين دي يا شباب؟ شباب دي بس مفهومة ولا قاعدة؟ جت ازاي؟ هم يا دكتور. طيب هفتح بس دلوقتي برضه شات ديفيلوبر وهوري لك خطوة خطوة بحيث يعني ايه ما تتلخبطش فيها في الامتحان ان شاء الله، ولو جات لك بأي صيغة هتعرف تحل. لان دي بتبقى جزء بتاع الاوتبوت ومعظمنا بيغلط في الحته بتاعت الاوتبوت دي للاسف، يعني في الامتحانات باجي ابص بلاقي معظم الناس غلطانه في اكتر حاجه الشباب بيغلطوا فيها هو الجزء بتاع الاوتبوت. طيب تعالى نفتح الكود كده مع بعض. دكتور سكرين معلش. حاضر شويه حالا. طيب سكرين واضحه كده يا شباب. لو جيت قلت لك ان كي بتساوي خلينا نقول هنا يعني تعالى نبص كده، هو كان عامل الجيب واحد و يعني مديني قيمه الجيب واحد الاول خلاص، هقول له ان جي هو واحد خلاص كده. وجينا قال لي يا شباب قال لي الكي بتساوي الجي ماينس ماينس بلس 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 الجي صح كده؟ طيب تعالى ناخدها على خطوتين، تعالى انا هكتب لك دي بس كده، ولو في الحاله دي عايز اعرف هيحط في الكي الواحد ولا صفر؟ معايا يا شباب؟ تعالى في الكونسول سترايت لاين اطبع لي هنا الايه؟ الكي. طيب طبعا كم يا شباب؟ ها طبعا كم؟ واحد. واحد. اه ليه بقى يا شباب؟ لان هو خد القيمه القديمه، لان دي بوست بوست يعني بعد خلاص. طب لو جيت قلت له اطبع لي في الحالة دي بعد كده قلت له اطبع لي الجي هيطبع كام؟ الجي هيطبع كام يا شباب؟ ها؟ اثنين. اللي لك انا بقول لك صفر صفر ماينس ماينس. ايوه برافو عليك، تعال نشوف كده هيطبع ايه؟ طبعا صفر صح كده؟ اه يبقى اذا هنا حضرتك لما تقول له جي ماينس ماينس هيخزن في الكي الاول الواحد ويروح في الميموري يخلي الجي بصفر، عشان بعد كده لما تيجي تقول له بلس بلس جي تمام؟ اه الجي كانت في الميموري بقت بصفر، زود عليها واحد بقت ايه؟ واحد صح؟ فبالتالي هنا كاني بالظبط بقول واحد زائد واحد يطلع ايه؟ يطلع اثنين، فاوعى تتلخبط الله يخليك في الجزئيه دي. طب تعالى ايه رايك لو قلت لك هنا ماينس ماينس جي بلس 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 جي دي تطبع كام؟ يا شباب فكر كده. بص سهلة خالص يا شباب، لو ماينس ماينس أو بلس بلس في الأول زود الأول أو نقص الأول حسب كانت في بلس ولا ماينس. طيب ماينس ماينس يبقى هينقص واحد الأول، الجي بكام؟ بواحد، نقص منها واحد بقى صفر، يبقى يحط هنا يرجع ناتج الجزء الأولاني ده صفر، لأن هي دي بري ديكريمنت، يبقى دي بيبقى الحتة دي فيها صفر زائد الجي بكام؟ كان فيها صفر في الميموري خلاص، زود عليها واحد بقت واحد، يبقى صفر وواحد واحد. اوعى تتلخبط الله يخليك في الحته دي خلاص. وصل يا شباب الجزئيه دي؟ شباب في حد مش فاهمها؟ تمام. طيب بيقول لي which of the following statement is correct. الداتا ممبر اوف ا كلاس ار باي ديفولت بابليك، يعني ايه داتا ممبر؟
يعني انت عندك الفاريبلز مثلا، الفاريبل يا جماعه الديفولت بتاعها برايفت، احنا قلنا علشان البروتكشن والديتا هايدنج والانكابسوليشن ان احنا الديفولت بتاع الفاريبل برايفت، فخلاص يبقى الداتا ممبر فكلاس ار باي ديفولت برايفت. Really when a method is not then it can be invoked directly from class level. احنا قلنا class level كلمه static، اول ما تشوف كلمه class level static وانت مغمض. Which of the following is true about constructor؟ الكونستراكتور احنا عارفين ان هو مالوش return type ونفس اسم الايه؟ الكلاس، وبعمل له invoke لما كانت الايه؟ الاوبشن، بيعمل initialization. طب الكونستراكتور has the same name as the class itself، صح. Constructor له return؟ لا. Constructor is called when an object is no more required, longer required، او يعني انا مش محتاجه، لا هنا ده destructor. ده destructor. هو فعلا اول. ولي كونسيدر الاري دي هي 10 و 12 و 14 و 16 و 18 which is the following is the output of the code console write line b of z b z 2 على 2 الاندكس 2 اللي هو ثالث اندكس، يعني انت فاهم اول واحد 0 واللي بعده 1 واللي بعده 2 يبقى b z of 2 معناه ثالث كلمه اللي هو 14 على 2 فيها 7 will complete the program below to get the following pattern. علشان تعمل الباترن دي 1 2 2 3 3 4 4 5 5 دي قلنا خدنا حاجه شبهها بالظبط في المحاضره، وكنا قلنا هي 2 فور لوب. الفور لوب الاولاني من 1 لحد عدد الصفوف، ادي صف 2 3 4 5 5. طيب وبعد كده الفور الداخليه 4 جي خلاص. الكولوم بقى اللي اول مره كان فيها كولوم واحد، الثانيه اثنين، الثالثه ثلاثه، الرابعه اربعه. يبقى هتبقى الشرط بتاعه من اول واحد لحد جي اقل من او تساوي الايه؟ الاي. يبقى عند الصف الاول هيقف عند واحد، الثاني يقف اثنين، فيبقى الكونديشن بتاعه خلاص. قلت له اطبع لي اطبع الاي رايت بس رايت لاين. ولما تخلص الصف يعني كل صف هتبقى على سطر، لما تخلص تخرج من اللوب بتاعت الاعمده الداخليه دي اطبع سطر فاضي عند يطلع فوق يجيب الصف الثاني يطبع فيه عند حضرتك اللي هو الاثنين اثنين، وبعدين ينزل الصف ثلاثة ثلاثة وهكذا. في حد يا جماعه مش فاهم الكود ده؟ لا يا دكتور. مفهوم؟ مفهوم ان شاء الله. وايه الاوتبوت بتاع الفولوينج كود سنايب؟ طيب تعالى نصغر بس السكرين شويه عشان بس الموضوع كله بان قدام حضرتك. طيب بصوا يا شباب، هو عمل ميثود اسمها تشينج، تاخد اري هنا اسمها ايه وبيعمل لوب على الاري، يقول والله لو الاي اكبر من الثلاثه زود واحد، لو القيمه اكبر من الثلاثه. بس خلي بالك هنا قيمه ايه؟ الاندكس مش الفاليو، يعني لو الاندكس الاي. طيب تعالى كده جيت في المين واداني اري اسمها بي وحط فيها 1 3 5 7 9 11 وروح نادى على الفانكشن، اول ما ينادي عليها هيطلع فوق صح؟ يبقى بدل ايه يشطب عليها ويكتب البي ويحط فيها 1 3 5 7 9 11. طيب اول اندكس بزيرو، هل الزيرو اقل من الثلاثه؟ ايوه صح. يبقى ايه اوف 0 هتساوي ايه اوف 0 زائد 1، يبقى اول اليمنت هيزود عليه 1 ويرجع يلوب 1 1 اقل من 3 ايوه، يبقى ايه اوف 1 اللي هو 3 يزود عليه 1. بعد كده ايه اوف 2 2 اقل من 3 ايوه اللي هو 5 يزود عليه 1 يبقى 6. بعد كده الايه اوف 3 3 3 اقل من 3 لا مفيش يساوي، يبقى هيخرج. بصوا يا شباب في اي مشكله؟ يبقى ايه اللي حصل؟ هو زود اول ثلاثه اليمنتس زود عليهم ايه؟ واحد، بقى لو ان هي 2 4 6 وبعد كده الباقي نزل زي ما هو. سهله دي يا جماعه؟ مفهوم يا دكتور.
خلاص انا هكمل بعد كده يعني واضح الحمد لله تاني بالنسبه لكم. بيقول لي given below is a program to print عايز يطبع ال first five number اللي هو البرودكت بتاعهم الضرب يعني اللي هو 1 في 2 في 3 في 4 في 5 باستخدام الدو وايل. بيقول لي هل الكود ده هيطلع الاوت بوت اه ولا لا قوي. بصوا يا جماعه غالبا النوعيه دي بتبقى يعني مثلا دي لو عليها كام درجه؟ عليها 5 درجات فتلاقي عندك لا عليها درجه واربع اخطاء تكمل بيهم الايه 5 درجات. طب تعالى نشوف. قال لي انت ايه؟ 1 وعمل انت تي ار او البرودكت وقال لي دو ماشي. قال البي ار بتساوي البي ار تي اي. بعدين قفل دو قال لي وايل الاي اكبر من الخمسه وبعدين اطبع لي الاي وبعدين البروجرام ده محتاجه يعمل ايه؟ الناتج بتاعه يضرب 1 في 2 في 3 في 4 في 5 ويطلع الناتج بتاعه. طيب حد يعرف طلع الاخطاء يا جماعه ليه؟ ستيب برافو عليك يبقى ده اول خطا جوه اللوب الستيب كده هيبقى انت كده بالسلامه خلاص يبقى لازم تقول لي هنا ايه بلس بلس صح يبقى هنا قبل ما تقفل القوس ده جوه اللوب تحت السطر ده تعمل لي ايه بلس بلس ده اول خطا برافو ايه تاني المفروض لما يطبع هيطبع البي ار مش الايه برافو الخطا الثاني لما اجي يطبع عايز يطبع الناتج مش يطبع الايه كده اثنين يلا فاضل اثنين قلنا خمسه هتلاقي اربع اخطاء ولا عليها درجه يبقى نو وبعدين الخطا الاول درجه الثاني درجه الثالث درجه الرابع درجه وكلمه نو عليها درجه يلا فاضل خطأين هيبقى المفروض نساوي البي ار بزيرو ولا دي ايه ده غلط تقريبا؟ ايوه قربت جدا انت بتضرب ايه الرقم اللي بيأثرش على الضرب الصفر ولا الواحد؟ الواحد واحد انما لو صم صم تخلي الانيشال فاليو بتاعتها بزيرو صح انما لو ضرب تخلي الاول فاليو بتاعتها بايه؟ بواحد واحد كده؟ اه يبقى انت بي ار بتساوي واحد صح كده؟ فاضل خمسه كمان كده ثلاثه فاضل واحد فاضل خطا هو الكونديشن عشان يشتغل تبقى الايه اقل من او تساوي خمسه ولا اكبر من خمسه؟ اقل من الخمسه وقوي يساوي لان الخمسه معايا اقل من او تساوي خمسه طيب الخطا الرابع تبقى دي اقل من او تساوي ايه؟ او يساوي خمسه ماشي طيب تعالى كده بيقول لي عايز الاوتبوت بتاع الكود ده خلي بالك الاستراكت دي اعتبرها شبه البلاس كده خلاص احنا ما اتكلمناش عنها بس يعني تعالى كده توقعها ايه اللي يحصل؟ الاستراكت شبه البلاس خلاص ماشي سميته فاينل وعملت جواه بابليك انت فاريبل ماركس وعملت كلاس اهو اللي هو اللي فيه المين واخدت اوبجكت المين من الاستراكت ده كده باسمه اكس ايكوال نيو زي الاوبجكت من الكلاس وقلت لي اكس دوت ماركس ايكوال 1210 خلاص معايا يبقى الماركس دي كانت فيها 1210 اللي هو الفاريبل وبعدين قلت له ان دي على الفانكشن اسمها تشيك وادي له الاكس كريفرنس الاكس كريفرنس ماشي راح نادى على الفانكشن اهي تاخد فاريبل انت بصيت له خلاص الفاريبل ده طيب جميل جدا هنا راح خلاه ب 1330 حلو جدا وبعدين هنا راح رايح طبق ماشي فيطبع لي ايه؟ يطبع الرقم صح 1300 وايه؟ 1330 صح كده وبعدين راح منقص 10 من دي خلاص
حلو قوي، بقت 1320. وطبعا خلاص يبقى هنا يطلع 1330 وناقص 10,320، هم اول رقمين دول. وطلع فوق بعد ما نادى على الفانكشن دي راح مزود على اكس دوت مارك زود عليها 5. يبقى هنطبع على اخر واحده. الله ينور عليك، لان دي ريفرنس. ريفرنس يعني ايه؟ كاني فاكر بديك الاصل. فغيرت هنا يبقى اللي بره اتغيرت اوتوماتيك. فاللي بره مش فيها 1210، بقى فيها اخر رقم اللي هو 1320. لان دي ريفرنس. ريفرنس يعني ايه؟ يعني انا اديتك القيمه دي دخلت بيها جوه، اي حاجه تتغير جوه تسمع في اللي بره. تمام. فهنا كانت 1320 اخر حاجه. زودت عليها 5 بقى يطلع هنا 1305. اوعى تقول لي 1215. طيب امتى يا شباب؟ امتى؟ اخر رقم ده يبقى 1215. اه لو انت مش حاطط ريفرنس. لو مش حاطط ايه؟ لو ما فيش كل اف ان في مسج لوحدها. اه لو ما فيش ريفرنس يبقى القيمه اللي جوه مالهاش علاقه بالقيمه اللي بره. هتبقى اللي بره زي ما هي. انما ريفرنس معناها اللي جوه اتغيرت يبقى اللي بره اتغيرت. فعشان كده خد اخر قيمه سمعت في اللي بره دي، كان بالظبط بعمل ايه يا جماعه؟ يبقى الاكس والواي بيشاوروا على مكان واحد. يبقى هو مكان واحد في الذاكره، الاكس فيه سهم بتشاور عليه والواي بتشاور عليه، ده معنى الريفرنس. انما لو مفيش ريفرنس يبقى الاكس مكان والواي مكان وكل واحد في حاله. فلو الواي اتغيرت الاكس ملهاش دعوه وهكذا. انما الريفرنس معناه انا وانت قاعدين في اوضه واحده. قاعدين في مكان واحد. فالاكس والواي بيشاوروا على نفس المكان. يقول ايه هي البيلدنج بلوكس بتاع دوت نت فريم ورك؟ ده سؤال مضمون بقى. من اول بقى السي ال ار كومن لانجوج ران تايم، السي ال اس والسي تي اس، صح؟ والبيس كلاس لايبرري، وترسمهم وتبقى انت كده في السليم و10 على 10. خلاص كده يا جماعه؟ فده سؤال المفروض يعني في النظري مضمون. الشابتر الاولاني قلنا بنلخصه معاك. بيقول لي اكتب بروجرام هكاري 2 دايمنشنال اري 3 في 3 وينبوت فيها الفاليوز دي وهديسبلاي الايفن اليمنتس من الاري. واديني سامبل اهو، قال لي انتر اري فاليو 1 2 3 4 اي قيم يعني اديها لي خلاص. وبعد كده يطبع لي الارقام الزوجيه بس. الموضوع بسيط خالص، تعرف الاري بتاعتك ايه. قلنا تعريف تو دايمنشن اري سهل خالص، مش بتعمل اثنين سكوير براكت، لا هو سكوير براكت وجوه كوما. انت اري 1 ايكوال نيو انت 3 في 3 وقلت له انت اي وجي، ودي ممكن ما تعملهاش، تعمل انت هنا وانت هنا وخلاص في راحتك من زيرو لحد اقل من 3 وبرضه هنا الجي من زيرو لحد اقل اللي هي 3 في 3. وقلت له عايز اقرا من الكيبورد، اقول له اري اي جي ايكوال، ودي بس مسج عشان تظهر لليوزر، كونفيرت تو انسيرت تو كونسيبت لاين عشان اقرا من الكيبورد كده. هيقرا الاليمنتس كلها ويخزنها في الاري. خلاص قريتها وخزنتها في الاري. عايز تعمل اي اوبريشن اثنين فور لوب ثاني، وهيقول له بقى لو الاري ريمبر 2 بتساوي تساوي 0 اطبع لي الاليمنت بس كده. لو ما اسمع الاثنين بتساوي صفر مش هيطبع، هيجيب اللي وراها اللي وراها كده، هيطبع الارقام الزوجيه. في حد يا جماعه مش فاهم البروجرام ده؟ لا يا دكتور. ممتاز. بيقول لك البروجرام ديسبلاي البرايم نمبر. البرايم نمبر يعني ايه برايم؟ يعني رقم ما يقبلش الاسم غير على نفسه وعلى الواحد الصحيح. خلاص؟ والبرايم نمبر اولها 2. خلاص كده؟ يبقى الاثنين والثلاثه والخمسه والسبعه 11 وهكذا. جميل؟ طيب برضو البروجرام، ميزه البروجرام يا جماعه بتاع البرايم نمبر ان هو مش في اي لعبه، مش في اي تغيير. يعني برنامج برايم نمبر هو برنامج ثابت، مش في اي تغيير من اي نوع. بس كلها بس عملت بوليان وسميته اس برايم، سميته اي حاجه في الترو. ده حاجه عشان نرجع على الترو يا فولد. وعملت فور لوب اهي من 2 ل 100، دي للصفوف ودي للايه؟ للاعمده. قول والله ده الكونديشن بتاعي خلاص، وده ده 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 الكونديشن بتاع حضرتك اللي انت لازم تفهمه كويس جدا جدا. وهتلاحظ هنا قسمت الدرجات كمان عليه اكبر درجه. هقول لو الاي ما بيساويش الجي خلاص معايا يا شباب، والاي ريميندر الجي يساوي 0. يعني ايه الاي ريميندر الجي بيساوي؟ يعني بيقبل الاسم على ايه؟ على صفر. هقول له اس برايم لا خليه فولس. جميل.
لان هو لو الرقم الاولاني مثلا كان 4 مثلا والثاني 2 4 بيقبل الاسم على 2 ايوه بيقبل خلاص يبقى مش برايم. جميل يا شباب، في اي مشكله؟ طالما قبل على احد الارقام غير طبعا الواحد احنا شلناه. جميل، وشلنا نفسه اللي هو ان هو الرقمين لازم يكونوا مختلفين. ماشي كده؟ طيب هنا بقى خلاص يبقى هنا. طيب لو اف اس برايم يعني ايه اف اس برايم؟ حد فاهم يعني ايه يا جماعه اف اس برايم؟ دي اللي بتساوي اس برايم ايكوال ايكوال ترو. يبقى لازم بقول له اف وبوليان معناه لو البوليان ده ترو يعني. خلاص؟ معايا يا شباب؟ خلاص اطبع لي الرقم وخلي الاس برايم ترو. جميل يا شباب؟ في اي مشكله؟ لا يا دكتور. ده بروجرام زي اللي حليناه قبل كده وبيجي لي كتير جدا يا جماعه النوعيه دي من الاسئله في الامتحان. بيقول لي عايز يعمل كلاس وجواه فاريبلز وجواه ميثود، تمشي خطوه خطوه وده ميزته ان هو بتجمع بيه درجات. بيقول لي اكتب كلاس وسميه بي ار، يبقى خلاص بابليك كلاس خدت درجه بي ار. تفتح كده الباكج، عرف 7 داتا ممبرز سايد 1 و2 و3 والبيز والهايت والبريميتر والاريا من نوع بابل. فتقول لي دبل خلاص، او عايز يوم برايفت او برايفت دبل او دبل خلاص معايا سايد 1 و2 خدت درجه. بعد كده عايز تعمل 4 ميثود، الميثود الاولانيه الثانيه الثالثه الرابعه. يقول لك الميثود الاولانيه بتعمل ايه؟ الثانيه بتعمل ايه؟ الثالثه بتعمل ايه؟ الرابعه بتعمل ايه؟ ادي بتجمع درجات، بتجمع ودي تجيب 20 درجه. وده اكزامبل اقول لك المفروض تقول له انت اللي هو بقى الفاريبلز بتوعك وبعد كده احسب لك المحيط والايه؟ والمساحه. بصوا اهو دي كده عملتها، عملت الدبل درجه. الميثود الاولانيه عملت الايه؟ الليدر بتاعها درجه، بعد كده حطيت فيها كده الانيشال فاليو بتاعتها درجه. الميثود الثاني درجه، عملت المعادله بتاعتها درجه. لو مديها لي الثالث الاريا درجه، المساحه حسبتها زي ما مديك المعادله درجه. الميثود بتاعت الشو انك بتطبع دي ودي ادي 3 درجات. هتيجي في المين خدت اوبجكت من كلاس وبعد كده ردت له الفاريبلز قريتهم من الكيبورد. خلاص ايه دبل دوت بارس اللي هي كونفرت، اعتبرها كونفرت تو دبل. خلاص اللي هي كونفرت دوت تو دبل خلاص عشان بس ما تتلخبطش. قريته وبعد كده ناديت بقى على الميثود اللي عندك، قلت له الاوبجكت اللي خد دوت كذا، الميثود الاولانيه الثانيه الثالثه الرابعه. خلاص وكده البروجرام بتاعك خلص. البروجرام ده يا جماعه اعملها بايدك مره واثنين وثلاثه و10. ليه؟ لان دي بتجمع بيها درجات وارجوك يعني خطوات. بص كل حاجه واضحه في السؤال اهو، البتاع والمعادله بتاعتها الثانيه والمعادله بتاعتها. بيقول لي كالكليت اريا، كالكليت الاريا بتاع ترانجل واديله شو ريزلت اطبع. فسؤال زي ده ارجوك ما تفقدوش. ده كده كان امتحان، امتحان تاني برضه نفس القصه جدا بالام سي كيو. السايز بتاع الفلوت احنا 2004 بايت تمام. البيولو دوت نت بروجرامينج لانجوج كومبايل انتو انترميديت كود بنسميه ام اس اي ال او سي اي ال او اي ال. يعني هقول لك الامتحان ام اس اي ال مايكروسوفت انترميديت لانجوج صح، سي اي ال كومن انترميديت لانجوج صح، اي ال انترميديت لانجوج صح. ايه الافيلابل في كل دوت نت بروجرامينج لانجوج؟ قلنا هو البيس كلاس لايبرري، ده بيتقدم على كل الايه؟ على كل اللغات. اف ايه اللي من دول؟ كونديشنال اوبريتور ده الكويستشن مارك اللي هو الاف مختصره كنا بنعملها بالكويستشن مارك. ويتش اوف ذا فولوينج از كوريكت ديكلاريشن بتاع الفاريبل ايه وبي؟ هنا اللي هي ايه بتساوي 4 وبي بتساوي 4 تمام. هنا الاولانيه دي غلط ليه؟ غلط لان انت عملت سيمي كولوم، المفروض بعد السيمي كولوم يبقى السطر خلص، تعمل اند تاني. ماشي يا شباب؟ عشان بس محدش يقول لي دي هي دي. دي؟ لا مش هي دي. دي هنا كومو وهنا سيمي كولوم، السيمي كولوم معناها سطر خلص. معناها هتبدا سطر جديد ولازم تعرف البي، تقول لي انت بي. تعرف. الاي بي بتساوي 1، يبقى الاي بتساوي الاي بي 1، سهل. فور لوب دي هتشتغل كم مره؟ امشي عليها. من 10 لحد اكبر من 0 كل مره بنقص 3.
طيب اول مره الاي ب 10 اللوب بيشتغل لان الشرط اتحقق. اللي بعده ناقص 3 بقت 7، الشرط 7 اكبر من 0 ايوه هيشتغل. اللي بعده بقى كام؟ ناقص 3 بقت 4، 4 اكبر من 0 ايوه هتشتغل. اللي بعده خلاص ناقص كمان 3 معايا يا شباب، 4 ناقص 3 ب 1 تشتغل. اللي بعده ناقص 3 هتبقى بالناقص، لا خلاص يبقى اربع مرات، ان 1 ناقص 3 ناقص 2 فاكبر من 0 لا فيبقى اشتغل 4 اربع مرات. طيب بيقول لي every C sharp program has at least one class with method المين، اتفقنا لازم يبقى في عندي مين ميثود عشان الكود يترن اصلا. الاريه دي بيقول لي الاوبوت بتاع ايه اوف 1 على 5، اوف 1 اللي هو مش اول ايليمنت اوعى تلخبط، ده ثاني ايليمنت، اول ايليمنت ايه اوف 0 ب 40 على 5 فيها ال 8. Process of using two methods with the same name و different parameter الميثود overloading وانت معقد. برضه النظري ده كلام بسيط خالص. تمام؟ هنا بيقول لي ايه الفاليد ده انفاليد ليه؟ لان ده كي وورد، ده انفاليد غلط اسم تغير غلط ليه؟ لانه بادئ برقم المفروض يبدا بحرف، ده صح عادي مش مشكله، ده غلط عشان في ايه؟ في مسافه. برضو نظري برضو يعني كونستراكتور اوفرلود مش عارف ايه والكلام ده كله والانهرتنس وانواعهم اكزامبل برضو بسيط خالص. هنا السؤال الظريف وده كنا يعني تعال نشوف كده، بيقول لي ريرايت الفولوينج يوزنج وايل لوب، يعني مديك فور وقول لي حولها لوايل. دي سهله خالص، هتفك الفور لثلاث حاجات، هترفع جزئيه فوق اللي هي يبقى دي هتقول بس وايل وتحط فيها الجزء اللي في النص، يبقى تقول وايل الاي اقل ما يساوي 5. دي اول حته، يعني تشطب على فور واكتب وايل واحذف الحته الاولانيه والحته الاخرانيه وسيب اللي في النص بس. الحته الاولانيه خرجها فوق طلعها فوق يبقى تقول اي بتساوي 1 خلاص، او على طول انت اي بتساوي 1 والحته الثانيه تخليها جوه الواي خلاص. هنا بعد البي بتساوي البي في اي وبعدها الاي بلس او الاي بتساوي اي زائد 1 او الاي بلس 1 خلاص اهو، يبقى سبت الحته اللي في النص طلعت الاولانيه فوق ونزلت الثانيه جوه اللوب كده حولت البي للواي. مدي كود ويقول لك طلع لي الايرور، دي برضه سهل. هو هنا قال لك اعمل لي جدول وقول لي لو في ايرور اكتب، مفيش ايرور اكتب نو ايرور. ماشي يا سيدي خلاص زي الفل. بيقول لي هنا ستاتيك مين يبقى هنا ريترن بابليك ستاتيك فويد، فويد هنا فويد صح كده. هنا ماشيه ماشيه، عرف الفاريبل نم 1 ونم 2 مفيش مشاكل. يقول لي كونسول دوت لاين انتر النمبر وفتحت الكود هنا ما اتقفلتش. يعني هنا دي ناقص، هنا بتقول لي convert to int 32 console dot read line مش write line، ده دي read line اللي تحت معموله صح read line اهي. هنا بيقول لي result بتساوي num1 plus num2 على 2، هو انت عرفت result؟ ما عرفتهاش صح كده؟ يبقى لازم تعرفها تقول double او int زي ما انت عايز خلاص. معايا يا شباب؟ بس فين الداتا تايب؟ موجود هنا بيقول لي كونسول دوت لاين افريج از وبعدين قفل دي كده وبعدين عمل دي على طول، لا انت بتقفل بتعمل كوما، هنا كوما هنا كوما ناقصه صح؟ دي الفورمات اوت بوت بعمل بعد دي كوما وبيطلع عندي الريزلت هنا ماشي كده؟ جميل؟ هنا دي صح ودي صح مش فيها اي مشاكل. بيقول لي اكتب سي شارب بروجرام فايند السم بتاع الاليمنت اللي موجوده في الاري، هي الاري فيها 10 اليمنت هقراها من الكيبورد. دي سهله خالص، عرف اري عامة اهي 1 دايمنشن اقراها من الكيبورد فور لوب خلاص. وبعدين ايه اوف اي ايكوال كونفيرت تو ام 32 كونسول دوت ريد لاين، وبعدين خلاص خلصت قريتهم السم بزيرو اعمل فور لوب والسم بتساوي السم زائد الاي اوف اي يجمعهم يطبعهم بعد كده يطلع السم طبعا الناتج، وده بروجرام مضمون عند حضرتك. شباب ايه اللي حليناه من شويه؟ كلاس سمينا برايفت بقى، يبقى هنا هتقول ايه؟ برايفت خلاص انت وبعد كده الكونستراكتور بعد كده الميثود جميل، وبرضه خطوه خطوه هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بسيط خالص. ده بروجرام سهل جدا 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 جدا. اف ستيتمنت اف اس اف اس اف اند سو اون خلاص، ده
بسيط جدا. ده امتحان تاني يقول لي الران تايم لاير بتاعت دوت نت اسمها سي ال ار كومن لانجوج ران تايم. يعني جات لك كومن لانجوج ران تايم حلو، جات لك سي ال ار يبقى سي ال ار اللي فيه كلمه سوليوشن بس سوليوشن اكسبلور. الباكنج داتا اللي هو الانكابسوليشن. ده الم دول مش انتجر، هو التشار ده اللي فيه الحرف، انما البايت والشورت واللونج دول كلهم ايه انتجر. الاي بلس بتساوي واحد اللي هي الاي بتساوي الاي زائد واحد. ايه اللوب اللي بيشتغل على الاقل مره واحده؟ فانا دو وايل اني بيتشيك في الاخر. ايه الاكسس موديفاير اللي اكسس فروم اني وير؟ اول ما تشوف اني وير بابليك وانت مغمض. دي برضه ايه وفي 2 على 3؟ ايه وفي 2 مش ثاني واحده، ثالث واحده، اوعى تتلخبط لان اول واحده 0 واحد 2 على 3 فيها 6. ايه الفولس اباوت الكونستراكتور؟ الكونستراكتور از اميثود which is called when an object is no more required. لا ده destructor اللي انا مش محتاجه، اللي مش محتاجه خلاص هذا ليه ده destructor. انما الباقي صح، constructor نفس اسم الكلاس ايوه له ريتيرن مالوش خلاص قال لي اهو دونت. طيب الاوبريتور بستخدمه عشان اكسس الممبر، لما تاخد اوبجكت من الكلاس وعايز تنادي على الفانكشن تقول دوت اسم الاوبجكت دوت يبقى دوت. نظري بس كلام فاضي خالص. بيقول لي ايه الاوتبوت بتاع الكود ده؟ طيب تعالى يلا معايا هنا عمل ميثود اسمها مود بتاخد ريفرنس اري اسمها ايه وعمل لوب عليها وبعدين بيجيب الريميندر بتاع الاليمنت على 2. هيروح ياخد الرقم يقسمه على 2، يقسمه على 2 يا اما هيرجع صفر يا واحد. لو بيقسم على 2 يبقى الباقي صفر، ما بيقولش يبقى الباقي واحد ويطبع الاليمنت. وخد الاريه ايه وبعدين بينادي عليها طلع فوق. خد الاريه اللي هو 10 5 6 8 9، خد اول اليمنت اي اوف 0، اي اوف 0 اللي هو 10، 10 ريميندر 2، 10 على 2 فال 5 ما بقاش حاجه، ده باقي الاسم يبقى هيرجع صفر. بعد كده خد الخمسه، 5 على 2 فال 2 وبقى 1، 6 على 2 فال 3 ما بقاش حاجه، 8 يبقى هيطلع ايه؟ 0 1 0 صفر واحد واحد. مش يا رجاله فيها مشاكل؟ ده نظري زي تاندل تراي وكاتش اكزامبل اشرحها باكزامبل. كود جايبه لك 4 واكتبه وايل تبع اللي فات خلاص. يبقى تقول انت ايه بتساوي 0 اطلع لي فوق ال 4 اشطب عليها واكتب وايل وتسيب الحته اللي في النص واعمل كيرلي براكت وافتح قوس للوايل وبعد ما تقول له اطبع عليه قول له ايه بلس بتساوي 10 يبقى انت كده خلص. ده نظري سهل خالص، اكتب 6 داتا تايب كونفرجن تو انتو دبل تو انتو. ده كده بيقول لي اكتب بروجرام فايند لارجست نمبر في الاري شبه اللي فات بس هقول له هجيب الكبير ازاي؟ اقرا الاري قريتها يا عم زي ما عملنا قرفها وقراها في فور لوب، عمل فور لوب ثانيه علشان يقارن لو حط الماكس في اول اليمنت مثلا ده افتراضي. وبعدين لو الماكس اقل من اي اوف اي خلاص الماكس ده اقل من الاي اوف اي يبقى الماكس بتساوي الاي اوف اي. يعني الماكس مثلا كان فيه 5 الاي اوف اي في 10 يبقى 5 اقل من 10 ايوه يبقى خلي الماكس بتساوي ال 10 دي. وقارن قارن قارن لحد ما يخلص وبعد كده يطبع لي الايه؟ يطبع لي الماكس. طب لو كان عايز يطبع المينيموم يبقى الاقل دي خليها اكبر بس. يبقى لو عايز المينيموم الاقل دي خليها اكبر وشكرا. نفس اللي فات بالظبط. خلاص مع اختلاف حاجات بسيطه خالص. يمشي وراها خطوه 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 خطوه. ده مثال بسيط اف الف اف الف اف الف اف اف ستيتمنت بسيط جدا. كود اهو معايا يا شباب. في اي سؤال؟ لا دكتور. الفايل ده هرفعه لكم دلوقتي على ال ام اس. اعتقد كده يا جماعه مالكش حجه يعني ان شاء الله باذن الله المفروض تذاكر بقى كويس ودي امتحانات محلوله اي معاك ذاكرها حلها مره واثنين وثلاثه وذاكر المحاضرات لخص الشابتر الاولاني لان الشابتر الاولاني ده اللي فيه النظري الجزء الثيوريتيكال اللي بيجي لك لخصه كويس جدا وفهمه كويس جدا عشان ده سؤال ما ينفعش تضيعه. طيب تمام يا دكتور. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ هو يا دكتور لو عايز اجيب امتحانات الفاينل بتاعت الترم اللي قبل الكورونا. هي دي امتحانات الفاينل للترم الترمات اللي قبل الكورونا. تمام ماشي. هي دي انا مجمعها لكم على ايه ريفيجن
وفيها كذا امتحان اهو 26 من 26 ورقه فيها سؤال والاجابه، مالكش حجه. ماشي يا دكتور، خلاص ماشي، انت فيها رجاله ان شاء الله.